تجيء الثقافة عبر ما اجتهدنا في متابعته من نشاطات ثقافية متنوعة في ظل بغداد الثقافة. كانت محطاتنا التي تنقلت بينها كاميرا الرشيد كثيرة لتنقل لكم هذه الخلاصات. في عام 1943 قفز الأمريكي لافلاس من قاذفة قنابل بارتفاع أكثر من 12 كيلومتر ليفتح الطريق أمام مغامري القفز الحر والرقص في الفضاء. كاد لافلاس أن يتجمد لفرط البرد أثناء هبوطه لأنه فتح مظلته فور مغادرته الطائرة، لكن مغامري السقوط الحر عرفوا بأن عليهم أن يفتحوا المظلة حين يقتربوا كثيرا من الأرض. وما زال النمساوي فيليكس يومغارتنار يتصدر مغامري السقوط الحر بهبوطه من حافة الغلاف الجوي على ارتفاع 39 كيلومتر في مغامرة غير مسبوقة. في 21 من هذا الشهر احتفل العراقيون كما احتفل العالم بيوم السلام العالمي الذي أعلنته الأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل السلام بين الأمم. كنا هناك لننقل لكم شيئاً من المهرجان الممتع. هذه الفترة بالذات ماذا يعني لك السلم العالمي؟ السلام هو بناء دول، السلام هو بناء أجيال، يعني لمحمد الربيعي ولكل القائمين على هذا البرنامج، ما معناه أنه نحن نبعث رسالة حب وسلام، أنه بغداد بغداد الرشيد، بغداد يا بغداد السلام، تبعث رسالة إلى الأمم، إلى المحافظات، إلى الدول الإقليمية اللي بالربيع العربي واللي خارج الربيع العربي، أنه بغداد صامدة وهالرسالة موجودة لدى شبابها وشاباتها ومنظمات المجتمع المدني اللي بيها، تقول كلتنا للحب، كلتنا للسلام، كلتنا للتآخي والوحدة، وهذا هو الرسالة اللي شاركنا بها، وإن شاء الله تتحقق بأهداف طموحة لشباب عراقيين جميلين. طبعا اليوم هذا كلش مهم، احنا سمعنا عليه من قبل عدة ايام عن تنظيم مؤتمر السلام العالمي، طبعا تفاجئنا بطريقة التنظيم الحلوة وفتشي يعني مرتب يليق بالشباب العراقي، اكيد يعني شباب كلهم مثقفين وسووا فالشغلة مرتبة حتى ندز رسالة للعراقيين بصورة عامة او للحكومة او انه الشعب العراقي او الشباب العراقي كلش محتاج بهاي الفترة للسلام، محتاج لروح الاخوة اللي نشوفها بين الشباب العراقي، حتى ندز رسالة لكل السياسيين نقول لهم شوية هدئوا من الوضعية اللي دا تصير، لأن الشعب كله يريد يعيش بأمان ويريد يعيش بحياة حلوة تليق بآدميته وإنسانيته، حالة حال أي شاب عربي أو أي يعني تليق بإنسانيته على أقل شيء، يعني حتى نعيش بأمان نقدر نتطور، نقدر نشوف أي الشباب الحلوة المبدعة شنو ممكن تسوي، شنو ممكن تسوي إذا طوها المجال وطوها الفرصة الكافية حتى تبدع وطلع الإبداع، مثل ما نشوف اليوم الفعاليات الحلوة، الأفعال الأعمال التطوعية الحلوة، يعني اللايقة بينا نحس نفرح يعني من نشوف هيك الشباب تعبانين على نفسهم وتعبانين على روحهم حتى يطلعون هيك شيء حلو. We'll be right back.
هذه الأزياء المختلفة، ماذا تعني هذا؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أبناء الشعب العراقي، إحنا أبناء العراق واحد، لا توجد طائفية وننبذ جميع البعض الطائفية، وإحنا لبسنا هذا الزي من أجل توحيد الصف العراقي، وإحنا من لبسنا هذا الزي بحيث عبرنا جميع الطوائف، وإن شاء الله نتمنى للعراق السلام والازدهار والموفقية والسلام الدائم إن شاء الله. عندما أتينا بهذه الأزياء أتينا لنبين للعالم أن العراق واحد موحد لا يتجزأ، وأن العراق هو لا توجد فيه طائفية، وإن شاء الله أمن والسلام في بغداد وكل العراق. نحن كشباب وكمسؤوليتنا نشر السلام. اولا بدينا بهذا الزي، احنا كشباب يعني هذا الزي يعني يعلن الوحده الوطنيه بين كافه مكونات الشعب العراقي، وهذا الزي يعني ما مو يعني مو يعني احنا نقول هذا يمثل العرب او يمثل المسيح او يمثل الكردي، لا احنا واحد، بس كنا شنو نشوف نوصل رساله للعالم انه احنا كنا يد واحده ضد الارهاب، واحنا احنا احنا من نشرنا السلام. اليوم نحن الشباب منظمة AIC مكتب العراق خرجنا بهويتنا العراقية، لا بطوائفنا الدينية ولا باتجاهاتنا السياسية. المغزى من هذه الفكرة بأن نقول نعم للسلام، نعم للمحبة، نعم للتعايش، لا للطائفية. التواجد الموجود هو هنا اليوم في بغداد في شارع أبو النؤاس هو يدل عن نحن عراقيين، لا تفرقة ولا هاي، السني موجود، الشيعي موجود، المسيحي موجود، الكردي موجود، العربي، اليزيدي، كل الطوائف. وهذا الحقيقة شيء ندل على شيء، ندل على أمل، فهناك تعايش سني سوف يكون. يوم السلام بالنسبة لي هو يوم يختلف عن بقية أيام السنة، لأن مثل ما تشوفين هواية ناس هنا متجمعين كلهم داخلهم نفسية السلام مستقرة، زي يحاولون يوصلون الفكرة لبقية الناس انه السلام بعده موجود خاصة بالعراق. فمثل اعتقد انه بالنسبة لي انه هو اهم يوم بالسنة اللي نفسيتها نحاول بقية ايام السنة كلها تكون مثل هذا اليوم. لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. سقى الله أيام الصبا ما يسرها، ويفعل فعل البابلي المعتقي، وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرقي. للمتنبي. احتفت وزارة الثقافة بالنحات الكبير عبد الجبار البنا بمعرض استعادي احتوى على عدد من أعماله النحتية وتخطيطاته في تظاهرة تشكيلية مثيرة، هذا شيء منها. يعتبر الفنان جبار البنا هو من المؤسسين النحت العراقي، مؤسسين المدرسة البغدادية اللي عمل عليها جواد سليم، عبد الرحمن القيلاني، عبد الرحمن الوكيل، محمد غني. وهذا الفنان أفنى جل عمره في سبيل رفعة الفن العراقي ورفعة النحت العراقي بشكل خاص. اشتغل على المدرسة البغدادية وعلى معاناة العائلة العراقية والمجتمع العراقي والإنسان العراقي بشكل خاص، والإنسان العربي بشكل عام. وهذه أعمال تعتبر أعمال يعني ذات خطاب جمالي تعبيري رمزي. يعني اليوم دارة فنون التشكيلية حقيقة مشكورة هذه الاحتفالية بالفنان الكبير، القامة الكبيرة الفنية الأستاذ عبد الجبار البناء. معرض يضم جملة من الأعمال الفنية لحقبة زمنية طويلة تمتد من الستينات حتى وقتنا الحاضر. الأعمال الفنية تراوحت ما بين اللوحة والجرافيك والمنحوت،
تجربة ثرة وتجربة غنية وتجربة تستحق التأمل. الفنان العراقي فنان مبدع ومعروف. الوزارة يعني مستمرة في تقديم الدعم للفنان العراقي. جبار البنا واحدة من عمالقة يعني الميدان الفني ومن المخضرمين وممن قدموا الكثير. يكفي أن نذكر أنه كان طالبا في الصف الخامس الابتدائي عام 37 رسم رأس فتاة وبإشراف يعني من مدرس اللغة العربية والذي كان متعدد الاهتمامات والذي شجعه وحفزه وذكر له أنك ستكون نحات كبير ومهم ذات يوم. فيما بعد دخل معهد الفنون الجميلة وبإشراف من الفنان الخالد الذكر جواد سليم الذي كان يتولى تدريس الطلبة استفاد الكثير وتعلم الكثير. ليس من السهل أن نطلق كلمة إعجاب أو ثناء على هذا الفنان الكبير كونه يعني شيخ النحاتين وشيخ الفنانين الباقي على قيد الحياة بالإضافة إلى إنجاز المهم وفي حركة التشكيل العراقي رافق جواد سليم وفاق حسن رافق صالح القرغلي والكبار من النحاتين والفنانين وهو واحد من ثلاثة باقون على قيد الحياة سعد الطائي ونور الراوي من الفنانين الرواد من حركة التشكيل. هؤلاء أسهموا في إنجاز ما يسمى ما ندعوه الآن بالفن التشكيلي المعاصر. أنا باعتقادي لولا هؤلاء لم يكن هذا الفن. هؤلاء الذين درسوا وتعلموا وحاولوا أن يفتشوا أوراق التصوير العراق القديم في مدرسة بغداد للتصوير يحيى بن محمود الواسطي وفتشوا في المنحوتات وفي الأثر وفي المخطوطات وفي مشاهد الأختام الأسطوانية في العراق القديم في سومر وبابل وأكاد وإلى آخره. وهؤلاء أنجزوا مع مزجها بآليات الحداثة التي تعلموها في روما ولندن وباريس ومدن أخرى في العالم. كل هذا الجهد بالتأكيد يعني ليس من السهل تقييم صاحب هذه التجربة وصاحب هذا ونثنى عليه ونحن طلابه وتلاميذ الذين تعلمنا منه. لكن هذا الفنان الكبير الذي أثنى حياته يعني كان يتعامل بمحبة مع الجميع ونشر المحبة خلال هذه الستة عقود الموجودة في داخل الحركة التشكيلية العراقية وداخل الفن. عام 1869 افتتح أول خط حديدي لعربات الترام في العراق بين بغداد والكاظمية. استخدمت الخيول لجر هذه العربات في معرفة بالكاري. تشكلت أول إدارة لسكك الحديد في العراق عام 1916 وأول رحلة تم تسييرها كانت بين بغداد وسميكة الدجيل. أما أول رحلة بين بغداد والبصرة فقد تمت في عام 1920 وبين بغداد وكركوك في عام 1925 وبين بغداد والموصل في عام 1940 وفي العام نفسه سار قطار من بغداد إلى اسطنبول. فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية صدر حديثا كتاب متصوفة بغداد للكاتب عزيز السيد جازم. مما جاء في الكتاب إن دراسة متصوفة بغداد تتصل اتصالا وثيقا باستيعاب المكانة التاريخية لبغداد وأسباب اختيارها وتأسيسها والدور الذي شغلته عبر التاريخ. إذا ما جاز القول إن لكل مدينة الأسباب التي تأسست بموجبها فإن مدينة بغداد هي الجوهر في هذا التعليل، فهي مدينة أسست بمقتضى التاريخ والظروف الحيوية المتطلبة لتأسيسها. تحدث الكاتب في مستهل كتابه عن بغداد ثم تناول مجموعة من المتصوف ببغداد منهم
معروف الكرخي، بشر الحافي، منصور بن عمار، الحارث بن أسد المحاسبي، سري السقطي، أبو سعيد الخراز، أبو حسين النوري، الجنيد، الحسين بن منصور الحلاج، وأبو بكر الشبلي. يقع الكتاب في 240 صفحة. من أجل تسليط ضوء ساطع على أشكالية المرأة في الدراما العراقية، ضيف منتدى الإعلاميات العراقيات الكاتب حامد المالكي والممثلة آلاء حسين في جلسة دار فيها الكثير من الحوار. كنا نتابع. نتناول كل القضايا اللي تهم المرأة العراقية، من هي طفلة إلى أن تكون صبية شابة إلى أن تكبر. بكل مراحل عمرها المرأة العراقية معاناة متواصلة، وبالضبط تسليم واستلام، يعني تخلص من قضية صعبة ومعاناة كبيرة تدخل بمعاناة أكبر وأتعس، وهكذا على مر تاريخ المرأة العراقية للأسف الشديد. اليوم الندوة يمكن هي خطوة بالاتجاه الصحيح لأجل خلق جو درامي واقعي حقيقي بعيدا عن المواضيع السطحية اللي تناولت حياة الفرد العراقي، مو بس المرأة العراقية، بشكل سطحي وما تناولتها بشكل حقيقي، ولا حتى يعني أنا أعرف أنه السيناريو من كتبه الكاتب ممكن ينعرض خاصة إذا بقضايا حساسة وحيوية تخص المرأة العراقية أو المرأة بشكل عام، تنعرض إلى باحثين اجتماعيين، إلى أطباء نفسانيين، يشوف وين بالضبط العقدة تكون، وين يصير الانفتاح، وين يصير الانغلاق. هذا الموضوع إحنا للأسف الشديد نفتقده، وأغلب الأعمال مع الأسف أقول بها استعجال وبها إنه يعني ارتجالي، أغلب المشاهد تنكتب بشكل ارتجالي. بدءاً تم تناول دور المرأة في المجتمع العراقي بعدة أوجه، لكن بسبب ظروف البلد الحالية من تعدد الأحزاب ووجود ميليشيات والواقع الأمني اللي احنا نعيشه، وانه بالعامية ماكو شخص يسلم، بتشوف انه اكو قصور بالطرح مديات أعمق تمثل وتوضح وتجسد دور المرأة بالمجتمع ومعاناتها وحلول لهذه المعاناة، فنشوف قصور بصراحة. بالنسبة لتجربة المرأة في الدراما العراقية، حسب وجهة نظري لحد الآن لم يتم معالجة قضايا المرأة بشكل واضح، لأنه دائما المرأة تظهر وكأنه هي مساندة للرجل أو تابعة أو مكملة لدور الرجل، فهي أما دور الزوجة أو الحبيبة أو، لكن المرأة كدور فاعل في المجتمع كشخصية مستقلة لحد الآن لم يظهر أي عمل يبين دور المرأة بهذا الشكل. وقد يكون أحد الأسباب أنه في وجهة نظري، يعني باعتبار أيضا كتبت عن يعني أعمال درامية، أنه اللي يكتبون الأعمال الدرامية أكثرهم رجال، يمكن ما عندهم تماس مع موضوع المرأة، يعني يمكن بسبب الظروف الاجتماعية أو الظروف السياسية أو اللي مر بها البلد، فقضية الرجل وقضية مشاكل البلد هي التي تطغي على موضوع المرأة، فتخلي التناول دائما يكون فيما يخص موضوع الرجل وكل ما له علاقة بموضوع الرجل. فلحد الآن لم يظهر أو لم نجد للمرأة أبدا يعني أي دور واضح، ولم يعني من لحظة أنه أخذت أي حيز مشاكلها الخاصة بالمجتمع. اشتهى
اشتهر الكلب أوغي بإطلالته في فيلم The Artist أو الفنان الذي حصد عدة جوائز أوسكار، وقد شارك الكلب أوغي قبل ذاك بأفلام أخرى. والمفارقة الطريفة أن إدارة جائزة الأوسكار اختارته ليشارك في تقديم حفل الأوسكار، وقد عرف عن أوغي مشاركته في عدة أفلام منها مياه للفيلة، مسلسل اليوم، إضافة إلى إعلانات عديدة. وقد رشح أوغي عن دوره في فيلم The Artist للفوز بجائزة الأطواق الذهبية في دورتها الأولى، وهي مخصصة للكلاب التي تشارك في الأفلام العالمية. عن دار الجواهري صدر حديثا كتاب مقدمات سينمائية للكاتب حسين السلمان يحتوي على عنوان داخلي هو مقدمات سينمائية في السرد الصوري. يتساءل الكاتب في مقدمة كتابه: هل يمكن للمثقف العراقي أن يحدث انعطافة تصادمية تتيح له ولإنتاجه القدرة على التفاعل مع المحيط الاجتماعي؟ بصيغة أخرى، هل هو قادر على إحداث حركة ثقافية تكشف حقائق المعوقات الأساس للثقافة العراقية؟ بمعنى، هل هو حقا ثائر من نوع خاص؟ معنا الكاتب حسين السلمان. كتاب مقدمات سينمائية يحتوي على مجموعة من الأقسام. القسم الأول هو مقدمات في الإخراج السينمائي، تناولت به العناصر الأساسية التي يعمل عليها المخرج، ما هو الدور الأساسي الذي يقوم به المخرج عندما يبدأ في إعداد السيناريو الإخراجي أو ما يطلق عليه بالكلمة الفرنسية دوكوباج. فحاولت في هذا القسم أن أجسد أهم النقاط التي يعمل عليها المخرج. القسم الثاني الآخر هو مقدمات في السيناريو. كما هو معلوم، سيناريو من العنصر الأساسي في عمل الفيلم السينمائي، وأخذت الوحدات الأساسية والعناصر الأساسية للسيناريو، ما هي الأعمال التي يقوم بها كاتب السيناريو، ثم ما هي الإجراءات والأعمال التي يقوم بها المخرج عندما يبدأ في كتابة الدكوباج. أما القسم الثالث وهو مقدمات في الديكور، أعتقد للمرة الأولى أنا شخصيا أطرح هذه المرحلة على اعتبار أنه الديكور يلعب دورا مهما لدى المخرج، في حين هناك بعض من التصورات التي تتحدث عن الديكور في مجالات أخرى، أنا أجد الديكور ضمن صلب عمل المخرج السينمائي. إضافة إلى باب آخر، باب هو التلفزيون وباب العمل في كتابة المسلسل التلفزيوني وإخراج المسلسل التلفزيوني. والجانب الآخر، الجانب هو مقدمات في النظرية الجمالية للسينما. ناولت هذا الموضوع الجمالي باعتباره السؤال الأهم في عملية السينما، كيف نستطيع أن نخلق الجمال من خلال صناعة الفيلم. هذا الكتاب هو مجموعة من التطبيقات العملية التي رافقت حياتي في العمل السينمائي منذ دخولي إلى معهد الفنون الجميلة منذ عام 1967. احتوى الكتاب بصفحاته التي تجاوزت 500 صفحة على عنوانات كثيرة، منها مقدمات في الإخراج السينمائي، الاستخدام الدرامي للألوان، عناصر اللغة السينمائية، مقدمات سينمائية في السيناريو، بناء السيناريو وعناصر العمل الفني، وتمارين في كتابة السيناريو، الكتابة للتلفزيون، وتقنية الكتابة بين الرواية والسينما، المكان حينما يتحول فكر، والسينما القصيرة، إضافة إلى عنوانات أخرى كثيرة. هنا المتنبي ليس بازانا لبيع الكتب، بل فضاء شاسعا للتعاطي الثقافي. المعرض الذي أقامه اتحاد المصورين العرب للصورة الصحفية واحد من أقمار هذا الفضاء. إليكم متابعتنا. مؤيد، ما الذي أثاره بك هذا المعرض؟ يعني معرض اتحاد المصورين
اللي أقيم اليوم احنا كان معرض متميز لأن به إشراقة للأمل المستقبلي. عديد المعارضة التي حضرتها وجدت فيها لمسة من الحزن، لكن الذي وجدته اليوم في هذه اللوحات وجدت هناك نظرة إيجابية للمستقبل، هناك نظرة تفاؤل حقيقية للمستقبل، نظرة حياة بأن العراق سيكون بلدا جميلا كما كان، وسيعود مؤثرا في محيطه، مؤثرا في جماله، في ثقافته، في فنونه. حسنا فعل الزملاء من المصورين العراقيين عندما أنتجوا جمالا جديدا للعراق، جمالا مستقبليا، وهذه الصور عميقة التأثير، نقية الإشعاع، بالتأكيد ستكون لها لمسات مؤثرة وبصمات مؤثرة عند كل من يراها في هذا المعرض. الصورة الصحفية بين ملاحقة المسؤول والاهتمام بقضايا الإنسان، أين نجدها؟ يعني أكيد تجدوها في هذا المعرض الذي عنونه بأوجه الحياة المتعددة. وهذه المرة بعيداً عن التفجيرات، بعيداً عن الأحداث الساخنة والدامية، المصورون يتناولون حدث الحياة وفق رؤاهم الإبداعية، ويجوبون الأشقاء البعيدة، ويجوبون الملاعب، يجوبون الحدائق، يجوبون الأمكنة العامة، يجوبون اهتمامات الإنسان في هذا المعرض. وقد جسد 12 مصور 60 عملا فوتوغرافيا منتقى بعناية. مدى فعالية جمعية المصورين العراقيين في اتحاد المصورين العرب؟ الحقيقة اتحاد المصورين العرب انطلق من رحم الجمعية العراقية للتصوير، والذي يكون عمر الجمعية العراقية للتصوير هو 41 عام، وهذا الاتحاد الذي هو انطلق من رحم الجمعية سنة 1999. فصاحبة الفضل الأكبر هي الجمعية العراقية للتصوير والهيئة الإدارية، لكنه الاتحاد المصورين العرب قد شارك فيه 23 دولة عربية، وقد منح التأسيس والمقر يجب أن يكون في العراق من الجامعة العربية. طبعا هذا المعرض يمثل انطلاقة كبيرة لمناسبة تكميل لأعياد الصحافة 144، حيث اشترك 12 مصور من مصوري النخبة الموجودين في اتحاد المصورين العرب فرع العراق. حقيقة احنا كان المعرض على عجالة من أمره، تمثل بالواقع الحياة الموجودة، الحياة المشرقة في بغداد، فلذلك عندما وجهت الدعوة إلى المصورين استجابوا بسرعة الممكنة، خلال أيام قليلة تم التهيئة إلى هذا المعرض، والحمد لله وصل إلى هذه النتائج. لكن المصورين الباقين ليس التقليل من شأنهم، ولكنهم مصورين بارعون والحمد لله مصورون معروفون، ولكن الدعوة كما ذكرت كانت على عجالة، فاشترك بها مصورين النخبة وأكثرهم من مصوري الوكالات العالمية المنطوين تحت اتحاد المصورين العرب فرع العراق. المتنبي حيث يحضر التراث كما تحضر المعاصرة. كان صوت المقام العراقي سادحا في قاعة شناشيل بمركز بغداد الثقافي. قاعة شناشيل قاعة تختص بالتراث جملة وتفصيلا، الغناء، الأدب، الشعر، مداخلات عن بغداد، أنا شاعر المنتدى، كل شيء يتعلق بالحياة البغدادية القديمة إحنا نحاول أن نترجمه في وضع معين بافتتاحيات صباحية في يوم الجمعة. كاد المقام العراقي أن ينتهي لولا الدفعة الأولى من الخيرين
الموجودين بهذه الفرق والعطاءات اللي قدمناها ودفعنا المقام نحو الأمام بعد أن كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. هل ترى أن مثل هذه الأنشطة أحياء للمقام العراقي؟ طبعاً أحياء مو بس للمقام العراقي، لما وراء المقام العراقي من غناء مراحل. إحنا العراق مر بها غزيرة جداً وكبيرة في الغناء، الغناء السبعيني عندنا والخمسيني هم يعتبر ما وراء المقام العراقي. وهذا المركز الثقافي البغدادي اللي مشكورين الإدارات كلها بهذا المكان أنه أحيوا المقام العراقي والغناء السبعيني والخمسيني وحتى الغناء الحالي، ففي تنوع كثير من الغناء. الإنسان يفهم الأغنية العراقية والفستة العراقية، مو هاي الكلام المخربط والزعبلات بس بسمية وغير بس بسمية. لا، هسه المقام العراقي هو القاعدة الصلبة للألحان العراقية ككل، وهناك الفنانين العظام والكبار الملحنين مثل الفنان الراحل عباس جميل والفنان الراحل رضا علي والفنان الراحل طالب القرهولي والفنان محمد نوشي، كلهم صلب المقام ظهروا هاي الفستات العراقية والألحان العراقية. فهسا بدأ الجمهور يستوعب المقام العراقي من شيبا وشيار. ليش؟ على حتى العنصر النسائي بدأ يفهم المقام. ليش؟ لكون أنه هو راحة النفوس. المقام العراقي يعني كنا بالقاعة الكبيرة مال الفنان سامي عبد الحميد اللي 950 كرسي، يقبط المنتدى. احنا في آفاق بغداد وهاي قاعة الشناشيل صغيرة جدا، لكون شنو الجمهور اللي دا يجي اكثر من الجمهور يعني الاعتيادي. هنا المتنبي، حيث الرموز الثقافية حاضرة كحضور المثقفين العراقيين من مرتادي شارع المتنبي. قاعة المدى احتفت بالشاعرة الكبيرة عاتكة الخزرجي. ربما نزعة التجريب عند السياب مثلا كانت أكثر قدرة، نزعة التجريب والمغامرة عند النازك الملائكة كانت قلقة، والدليل على ذلك أنها في مقدمتها حينما كتبت كانت منحازة إلى التجديد وكانت منحازة إلى رمي شكل القصيدة القديمة، لكنها عادت فيما بعد لتؤمن أن ما قالته ربما كان مغامرة أو ربما كان نزقا أو ربما كان انحيازا لحالة معينة. الخزرجي من مواليد 1926، وهذا العام هو حقيقة العام الذي ولد فيه معظم شعراء حركة الحداثة الشعرية في العراق، أقصد بهم شعراء حركة الشعر الحر، يعني السياب من مواليد 1926 والبيات من مواليد 1926 وكذلك بلند الحيدري. لكن مع هذا، رغم أن عاتكة وهب الخزرجي كانت قد عاصرت هؤلاء الشعراء وغيرهم خصوصا في دار المعلمين العالية، إلا أنها لم تستوعب حركة الشعر الحر التي كان هؤلاء قد أطلقوها في نهايات الأربعينات وبدايات الخمسينات. لذلك عاتكة وهب الخزرجي ظلت شاعرة تقليدية تكتب القصيدة العمودية، وكانت مصرة على هذه القصيدة. هي كانت تعتقد أن هؤلاء الشعراء عندما كتبوا قصيدة الشعر الحر إنما هربوا من الوزن والقافية، وهذا حقيقة لا أساس لها من الصحة. بالعكس، كانت كتابة قصيدة التفعيلة أصعب من كتابة القصيدة العمودية، باعتبار أن الشاعر كان يحاول أن يعوض المتلقي على أذن
كانت قد احتاجت الوزن والقافية لمئات السنين، ومن ثم كانت هنا الصعوبة. لكن أعتقد أنه الثقافة العامة لعاتكة وهب الخزقجي، خصوصا أنها يعني تتلمذت على يد أساتذة تقليديين، وأيضا كانت قراءاتها قراءات تقليدية وليست قراءات حديثة، أعتقد هو هذا الذي أوقعها في فخ البقاء في كتابة القصيدة العمودية. عاتكة تتميز بشخصية قوية جدا في الصف، بنفس يعني حد الموس شخصيا. يعني مثلا لسه اذكر انه احد الطلاب سالها شنو الغراب الاعصم، قالت ليش تسالني انت شنو واجبك ابني، تروح للمكتبه وتراجع فلان مصدر وفلان مصدر وفلان معجم وتطلع معنى الكلمه وتجي علي اذا ما قدرت انا اعطيك معنى الكلمه. لكل زمن بالتأكيد له لذة وله طعم وله إرهاصاته وله شجونه، وبالتأكيد الشعر جزء من ذاك الزمن، من ذاك الزمن المغمس بتلك الإرهاصات وبتلك العواطف، وحتى طريقة الحياة تلك لها تأثير كامل وكامن أحيانا في مفردات الشعر. عاتكة الخزرجي عفوا كانت لها بصمة، لها وقع، لها حضور، وإن غابت اليوم بجسدها فهي حاضرة بروحها كما شاهدتم. وكيف كان هذا التجاوب مع شعر عاتكة الخزرجي؟ لا يمكن اختزال شعر عاتكة الخزرجي ربما في جلسة لمدة ساعة ونصف. من قال أن السيارات للنقل فحسب؟ ألا يثبت ألبومنا لهذا العدد إنها منجزات فنية متحركة؟ ألوان عديدة، أشكال مختلفة، خيال جامح، استثمار حر لكل ما من شأنه أن يغدو شكلا جميلا، فواكه، إكسسوارات، أشكال هندسية، حيوانات، كلها وغيرها غدت سيارة ذات جمال أخاذ. عن مكتبة عدنان صدرت حديثاً المجموعة الشعرية نذور حجرية للشاعر محفوظ داود سلمان. نقرأ على الغلاف الأخير نصاً للشاعر: يا أرض بابل قد حملنا الصخرة، جئنا نحن في صمت الغروب، قد أورقت أحلامنا حجراً، ومن حجر سنأتي بالنذور، إذ ليس ثمة من مجامر أو مزاهر أو بخور، والنرجس البري والتيجان يظفر، والقبور كانت كما بالأمس تغدو موتنا، وتطوف أعماق المدينة أو تدور. احتوت المجموعة بصفحاتها 108 على 39 نصا، نقرأ عنوانات بعضها: البحث عن الأوروك، أور ثانية، وطن للبيع، بغداد سيدة الحزن، جنون الحب، شيء في الحب، وبث مباشر. عن تنمية المهارات الفردية للشباب تحدثت الدكتورة آيسن كمال في محاضرة شيقة أقيمت في جمعية الثقافة للجميع. إليكم شطرا منها. عنوان محاضرتي أقدر أسميه هو سلاح الشاب، سلاحه لأجل تحضيره إلى المجتمع في المستقبل، لأنهم شباب رؤيتنا جميعا صراحة.
المهارات الفردية يحتاج إلى جهد مؤسساتي اجتماعي، هل أنت معي في هذا؟ أبداً معك، وهذا موضوع حقيقي وأساسي ونعاني منه، ولا بد أن نعد الشباب وأن نهيئهم للمستقبل من خلال المهارات ومن خلال التدريب، وهذه مسؤولية الدولة أولاً، مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي، الشباب وكل المعنيين في هذا الأمر، لأن العراق لا بد أن نعنى بالشباب بمستقبلهم، ولا بد أن نتخلص من الشهادات المدرسية والثانوية، وأن نتوجه إلى تدريب الشباب وإلى إعدادهم إعدادا حقيقيا مثل ما فعلت شعوب العالم. يعني بسبب الظروف اللي يمر بها العراق خلال هاي العشر سنوات الماضية، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ظروف أمنية متردية، أثرت على واقع الشباب بشكل كبير، ما انعكس سلبا على سلوكهم ووضعهم النفسي. كثير من الشباب بات يعزف عن المشاركة العامة، كثير من الشباب لا يمتلك بعض المهارات، أيضا كثير من الشباب هو بدأ يشعر باليأس والإحباط وفقدان المعنى. كل هذه المتغيرات بدأت تتأثر على سلوك الشاب بشكل عام وعلى وضع النفسي. أعتقد أنه من باب أولى أن تقدم الجهات الرسمية، منظمات غير الحكومية، على وضع استراتيجيات خاصة بالشباب، كأن تستهدف مهاراتهم، كأن تستهدف تطلعاتهم، أهدافهم بالحياة، طريقة تفكيرهم. أيضا للأسف الشديد المؤسسة التربوية تتحمل جزء كبير من هذا الموضوع، هي لا تمتلك استراتيجيات واضحة، مناهج التعليم لا تزال مناهج تعليم نمطية، لا أريد أن أقول متخلفة ولكن هي نمطية، لم تحاكي التطور الموجود على الأقل في المنطقة. هناك جوانب كثيرة نقدر نركز من خلال، طبعا الجانب الأسري الدور الأكبر دائما، التنشئة الثقافية والتنشئة الخلفية للعائلة تأثر على الشاب، لأن هي المولدة، هي الحاضنة الأولى الأسرة، ثم المدرسة، ثم المجتمع، كل على حدة. وما ننسى دور الأصدقاء الأقرباء، نسميهم الجروب، المجموعة اللي ينتمي لها الشاب. فإذا كانت هاي الجهات كلها بثقافة معينة أو بأصول ثقافية تمارس عندهم، هاي أكيد الشاب المطلوب اللي الثقافة اللي رؤية المجتمع المستقبلية دا تنتظره هيكون مثقف. وطبعا يقع الدور الكبير إلى دور المنظمات المجتمع المدني، المراكز الشبابية اللي يرتادوها الشباب من خلال ممارسة للشباب الرياضة، من خلال حتى الثقافة، الفنون، وجوانب كثيرة تمارس في المنتديات. يعني تعايشنا مع الشباب فترة في هذه المنتديات، فرأينا ممارساتهم وجذب الشباب إلى هذه المنتديات من خلال جدول زمني معين، من خلال تحفيز يعطى للشباب لكسبهم إلى هذه الأماكن. الجمال حدث أن ظهر ذات يوم في سماء المدينة قوس قزح طال بقاؤه، ظل ثابتا في نفس النقطة من السماء طوال سنة بكاملها حتى ألفه الجميع. أخيرا جاء اليوم الذي اختفى فيه، فاستحالت السماء كلها رمادية. خرج أطفال المدينة منشرحين متحمسين يشيرون إلى السماء الرمادية متبادلين الصيحات، انظر كم هي السماء جميلة، انظر. القاص البرتغالي غونزالو تافاريس. واحد من شباب كردستان العراق قدم فيلما قصيرا بعنوان دار بازا، نحاول تسليط شيء من الضوء على تجربة الشاب بالين زنجنا.
كانت نقطة الالتقاء الوحيدة بين شخصيتي الفيلم النجار وسائق السيارة هي لحظة الوداع. ومنذ الومضات الفيلمية الأولى كان المهيمن هو الصوت ببساطته على صورة لم تكن غنية بمعطياتها التكوينية ولم تعرض مفردات سينمائية ملفتة. النجار ينجز عملا على قطعة من الخشب والسائق يقود سيارته، إلا أن الجو العام لما يفعله النجار وسير السيارة المتسارع مضافا إليها مؤثر صوتي هو نبضات القلب جعلنا ندرك أن ثمة توتر. المونتير محمد صالحي رفع منسوب شحنات التوتر من خلال لقطات قصيرة بمونتاج متوازي. أدت الشخصيتان أفعالا لا قيمة درامية لها، النجارة والسياقة، إلى أن المونتاج المتوازي منحها دلالات جيدة. لقد صمم المخرج تصاعدا جعلنا ندرك بأن حادثة سيتعرض لها السائق، وهذا ما حصل فعلا. إذن لا مفاجأة في النهاية، إلا إن حسبنا ما شكله النجار من قطع الخشب في نهاية الأمر، فقد بدت تابوتا دل دلالة مباشرة على أن السرعة تدفع بسائق السيارة إلى الموت. وهذه هي ثيمة الفيلم، غلب على الفيلم مسحق رمزية في الأغلب ومائلة للإخضرار في بعض اللقطات، ولا يبدو أنها متعمدة بل ربما لخلل في التصوير، إذ لا مبرر درامي لها، وكان اهتزاز الكاميرا في بعض لقطات قيادة السيارة والحادث الذي تعرضت له مناسبا. قام بتصوير الفيلم فرمان فاتح. كانت جولة حب ومسرة وثقافة قضيناها معكم في الدقائق التي انصرمت، نأمل أن نكون معا في قابل الأيام لنتابع نشاطات متميزة لمثقفي العراق. إلى اللقاء.